الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسر شري تفسير سورة الحجر أين كسر شري وحين شغني آية كنتن من سورة الحجر آية كبيرة فرتنا ذي نصوم الري. قال هذا صراط علي مستقيم، إشارة صين مركة الماني وحيكون عيسى إخلاصك مركة هالمر بين الشغني مركا واحد يصير أرمان لجبر أروهن مركا هذا اسم إشارة وحكود عيا إخلاص إن إلهي كل جل عابد وعبادة الله صافية لو كود عيا إخلاص كحاجة لقصة الشيعي وحلو قصة الشيعي المخلصين أي مصدر كوكو ذكرى مركا الإخلاص والتوحيد بلغت المامية إلهي كل جل عابد وعبادة الله صافية المخلصين واسم فاعل وكو يقو إخلاص كليمي المخلصين وكو إلى هاي قاريش مركا إخلاص كأي توحيد كا إلى هاي كلمة العابد يا وحكر جيني هاي وضو كلو كر جيني مركا سويل هاي إلى هذا صراط علي مستقيم كني وإخلاص كا إن الله كلمة العابد عبادة الله صافية له اذكر أن للعابد صراط ووضو وضد صو علي أي حق علي الله إسكو واجبي أما وضد أصو علي كركي قصقا بمعنى الله با إسكو واجبي أما علي رعايته وضد أصو مستقيم توصل وحين قدن بي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي عبادي أني أنا ذا سوى الضمير فصل بالي لذا وحلم ذا آيادك هو ذا كترتا إساقنا وضمير فصل ضمير فصل قوام محي لبا معرفو دحدعا لبا معرفو أيو دحدعا ضمير فصل وحانا كدش التوكيد هذا الكلا أتكينا كوبس هذا الكلا كوبا أيو اختصاص يحصري يتوكيد أيو فائدين وحانا عضينا إياه وحا كدن بيا خبر نمو أعضينا وإن مرنا وصفاء وأهين أما تابعا وأهين أو خبر يهي أي مركة أعيما مركة معنوه وحو كدن بيا هي أنا قرى غفور رحيم معنى حصري ولا فهمي توكيد كي أتكينتا وحا كدن بيا إنو خبر نمو أعيما وحا راعيا إنو حوي حصري نفائدين أنا وحود عيا أنا جو قرة أي غفور رحيم عذاب كي جو قرة أي عذاب أليم مركب معنا حصرين نوافئين الله وحيدي ونبئهم غورا عن ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي سيء غورا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا قرط أصو قلين غورا بدل اشتمال وضيف لقى بدلان أما وش اللباد أذكر واحد حسنا إذ دخلوا قرطي صوغلين عليه إبراهيم أي صوغلين أما الضيف كان لقوا عمل سيء فقالوا وحي الهدين سلاما أي نسلمك سلاما سلام بنك السلام إنا أما سلمناك سلاما سلام بنك السلام سلمك الله قال وحي لإنا أنه منكم وجلون إذك وإذك بقينا قالوا لا توجل وحي الله ذنها بقل إنا نبشرك بغلام عليم أنه حنكوب بشارين بغلام ويل ويلكاس عليم علم بضن يعني وحلوت شيء ذا وحنقن دونا مذ علم بضن منقن دونا لو مات شيء ذا مركو دالان أيو أيو علم بذن هاي مرادكم ما لكن وحلقات الماما يدب إنه كنقن أيو عليم مذ علم بضن قال أبشرتموني على أن مسني الكبر قال وحر إبراهيم أبشرتموني ميائي بشارين إيسان على أن مسني الكبر أي مع أن مسني الكبر قبو إنو إتابتين لتشركي ميائي بشارين إيسان أما حال قبو إتابتين ميائي بشارين إيسان فبما تبشرون محاكو بشارين إيسان وحلى آخر يصدح قراءة
النون كلا كرنيقة يين لهاس لقى يين شد للراعي يسقى هاس لقى بثلاث قراءات. فبما تبشرون مرك اللي يلاهدهم حاكوا بشارين يسوي فبما تبشرون يا فبما تبشرون لبدا قراءة كلام النون كهاس لقى ومدنا أي شدي سمنا أين الشدي عن واحد النقرة يسمى حق يجوب الشارين سنة لذا عن يأدي بالحتفي فبما تبشروني أي معنه دعي فبما تبشروني مرك الشدن طيب واضح قال ما النون بمرك ميسي تشوغة قال يسكو إدغاما نون كنون العراب كاها ينون كنون الوقايها فبما تبشروني مرك اللي يلاه ذكليا وحي النقرة يسألون لعرابك والحد فيه وحل باقية إلي أنه الوقايه بل باقية يأدينا والحد فيه أنه الوقايه أي على مدؤة وكتسين أيئين يئماشك أقو أنت قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا وحي لهدين مرتدين ملائك بيهايين لكن صورة أيوح مودي مرتب مودي قالوا وحي لهذين بشرناك وكوب شاريني بالحق حقبا وكوب شاريني فلا تكن من القانطين هنقنن كو قوستمت كم ذا هنقن قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال وحر إبراهيم ومن يقنط يا كقوستنية استفهام بمعنى النفي صيغه سؤال لكن معنى وحود عيا ديدمو أي لا أحد يقنط من رحمة ربه عدك قول سنة إسان حريصة ربي ما جرته إلا الضالون كوى أنبضي اللمي موياني عدك لن حريصة إلهي كقول سنة قال فما خطبكم أيها المرسلون قال وحود إبراهيم فما خطبكم محو شأني قيني حالكين يأرنكين نوين يهي خطبي وحل إلى هذا الشأن العظيم الرنكوين بال إلى هذا الرنكوين مضان إن قده سمرك الله قوض هذا الله مضان أن يتخاطب فيه يعني مضان أي وحلها خطبي فما خطبكم الرنكين نوين محوية هي الشأن قين نوين أيها المرسلون كوين الله صادر يوم قرأين الرسول لأيهين ملائك الصادر إن أيهين قرأي مركا وحو لي محا السعوتين وشارد قرن محايد رعا قالوا وحي لهدين إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إنا أنغا أرسلنا ونلا صادري إلى قوم دول إنتي كأهاتا نلا صادري قوم كاسو مجرمين قبوت فلو حما تفلو قالوا بي أيا نلا صادري يعني أنه هلاقنه أيضا لصدره إلا آل لوط لكن آل لوط هيا شارير لوط إنا لمنجوهم أجمعين أي ننجيهم ونبدقرين إنا إنا أنقو لمنجوهم ونبدقرين إنا أجمعين لما أنتوا ونبدقرين إنا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته أريدي سموياني أما هوين يدي سو لوط قبي موياني انت كلوا نبت قرنين قدرنا وحن قدرني وقدر أهان أحكني إنها هوين يداس لوط قبي لمن الغابرين هو عذابك كهرية إن كم النغنس الغابر والباقي وحين كم تأريه ذا معنى ياشا اسكو لدي كو كل ما والغابر وحل إلى هذا الباقي وحل إلى هذا كي مركا هري وحل إلى هذا كي تقين وحل إلى هذا هذا وحلوك شيء ذا الغابرين بمعنى الباقين في العذاب هو عذابك كهرية أيا قبر داسي أي كم تأريه إلهي وحينو الشيغية قصة عن كسارقنا آياته هوري
ترغيب يا ترهيب بين خصوارا أما وعيد يا وعدي إنه إلى هاي متقين تقبل أن قاضي شنو أو حو ناقصنا لقوا أبا المرينا يا الله ينوش يا جاي مركوا الترغيب لين تشعل السين أيو شنو ذا يا وح لقوا جاري وحلقوا جاري أنا واتقوا تقوى ذا وحوا الرئي التقوى عن الشرك إن قال لماذا لا يسكتشر ولا يسكت إلى ليه كذي مركا إن لا يسكت إلى ليه فسقه يا معاصي ذا يدنوبته يبدعوينك أنت بلا يسكت إلى ليه مركا أصل التقوى وإن الشرك ذا لا يسكت دوره وقال لماذا لا يسكت إلى ليه وح قال لماذا لا يدا ذا أن لا إيمان توحيد يا إيمان لليمان مركا عدي تقوى ما يسترن لتي ماذا وكم من ناتج قال لهم يدنبيا كبائرة دنبيا وأوين أنت وكم من ناتج وحين غني من أهل الوعد هو شنذا الله بلن قاضي هرك جلي أي غني إذا لكن دنبيا ذا وأوين وحكم إذا كل عضة لكن قال لهم هذا إسكال على سو إسكال دورته يعني وعد جي بلن قاتك وحبي كهلي يعني لكن وعد يقول مرة ما يسترنا أن قرأ يندب جوينا كل إنسان إن كتبت كان نوع وعيدنا إنه أصقنا أنا يا أي كوس جيه المشي هذا إلهي كوه سجران ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ونجهر أصل شرحين مرك أصل كتقوى عدي هيسا نار كوارميس نصيب بين كوي رنيسا بلنقات كان شنات كالله كوب بلنقاتي أما فرها كجلان أما مرك ذنبها كود ذنب أيام به قال ذي وعيد كان والينوش يا جاي أو حل هرمري ترهيب كي عبسي جلنتي أي الهرمري القرآن كان صدع صالح يقول لما نيا وعد يا وعيد ك شن نظر يا نارتا يعني وحوي أساس أي الله يقول لما نيا حل دون يا قيسنا حريص إلهي لجره شيء قيسنا عذاب كإلهي لجبقه وحل جو ختمي أنت أهوري نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كذبوا حلينو الشيقية أفر قصة بصورة لينو الشيقية قصة كواد وحي قصة بصنطة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي إبراهيم وحويمي مرتي يعني عدو مرتي مودايو أيويمي ملائك بأوتمي ملائك تاسي وحي قتمي سورة رقبة يغتمي ملايك توحي السمين كران تشكل يعني موقال بين آدم بي إسو ييري كران مركز سورة دي ملك نما أغمى إيمان وحي يقوي ما دين سورة رقبة يقوي ما دين رقص عطاء سورة دود يموقال كود بي يقوي ما دين نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحو موذي رق مرتئة أي موذي مركبة وحكم مشغوري ويسكد يأينو مرتي سورة سجن ورئيسان سجن وحبه ويدين أي مركب حوله سا حقه ذو أكعي وصاقبتي يعني دي بيرق قالنا بصاقبت كيف مركب أجرع هدي لا يلا ذهيل بالعاد ولا كف في عي هيو هيل بجيل أما هيل بقريبه وكف في عناية محو هيل بالعاد وقدونه العلم جوا حي له ذي وح هيي نوعي وجوه ناك سناب وقدوره ومركن مهين وحكونا كسنة وقالوا مهين أما ها هذا حولها انك لمركا إنا نولهين أما ها هذا إني كفقايين أما ها هذا إني عطاءهاين يعني الدبي قالنا أشلس أي أقرى سيدك دقنا وقسوا دياريين إصغوا موفيسن بوقيان وقسوا دوين وهو أركي مرتدي إني نعنينين عشقي أو دقي إني عنين مقالك وحيوجي هنا رك غريبة وما قرنا عشقي أو صور دقينا ما يعنين وحنا الله يقال نيبا للرواية ذا علك عد جليسا عشقه ذا ما يعني كريم إبراهيم وكشكي ورمع الباء بقديم بابو مركا قرصضي قصده هل كان ولا صو كوبي هرين أصلا مري يذا قصده أي سيدة كفافة سنطح سورة هود بين قصة مرة
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف مركو أركي قعمهودي إنني أيني قارين راشنكي أني راشنكي بقاذنين وعنين وحن نفتي سكوقر صدي عبسي وكبقاي وحد كقراني سالكاس نبي يدو غيب كين يوغين وعلم الغيب كيبو النبي إلهي إننا كورقب قدر كبس لوغا وحيودي الله الشيغي كأوغيهين وحكا لدد كي كلمديهين هل كدد أيليهين هبل با وحيقانة أو وحشيغة وفالكا كهضليا وحدقس كيقانة وهبلايا فوحة تقانة هبلايا وحن تلاهضا يعني مركا وحوية أفالسة سيدا وحيالها النوع صدتك قارئي ودونون ايان اي سليهم وحبي قرن ايان يا يعني باطل تايكو تسنيس نبي الهي ايان كورقبين ملائك تأتمي وان قرن اي الوحيهين ان اي ملائكهين ما اوقع ركبوا موديا يا عروت وحيالها اللو شيكي وحكم اذا هنشري تبلواء وركبال له يعني وحو البواء اوقيه يا حيالا قرصون بك والرمان وحسوا أباطيل وخرافات ووحي جريم علم الغيب كالله بالقاره وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الله أكتسو كليا وحقصو وحقرصون علم قودا والله مو يعد كلمة أغا حتى النبي ذي لقم السوري يا لا يعلمها إلا هو وحصر آيات وليبا لبقر وحكسو كان حصري مروا حلقو كوبي وعنده مفاتح الغيب حلو هرمري يا خبرك تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة كوب اسمك وجرته عنده لا عند غيري علم الغيب مر لبعضها دنوا حلقيني لا يعلمها إلا هو وأقوى أدوات الحصر سوى حلو كوبه وصدق وحوق قبضا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعطينا هذا ما أقع عد عرارك كسغني عد عرارك كسغني غيبك ما أقع الله ما يعدك لما أقع الله قره أي أقع غيبك مركا وحموذي يا ملائكتن إن يهين آدم مرتية إن يهين بمودي سيدا الصو مركا دبقي سأقع ورعي مرتي صورنا وقد دياري إلا ملايكتو وحنا معونان وحنا معبان مرلباتك مركي عوني وايين وحكشكي وارمع علبا وقل لي مات بيربان إنا إذن قلان يا والنبي إبراهيم والنبي محمد موياني عليه الصلاة والسلام نبي يدور دان إساقا وخير بضن نبي محمد با إساقا نكسي خير بضن انت كل النبي يده نبي إبراهيم بأبو خير فضل مرك النبي محمد لقي ما دعا عليه الصلاة والسلام وخليل الرحمن هدنا علم الغيب كما أقع قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم تعمد الله ميدا وحينا وقوا إمان دون تاقصة صلصة إسلي درسك أنك صابصا والنبي اللوض مرك أتقعنا نبي اللوض مقرنا يا ملائقنا يهي سوى النبي إلهي يا وحيكون لهذين هبقين إنا نبشرك بغلام عليم وحنكوك بشارين ويل علم بضم بنكوك بشارين حاكد حيا لا توجل إيا إنا نبشرك بغلام عليم مناصبة كد حيسا وحوي وحي لها بغن وحنكوك بشارين ويل علم بضم مبشرك كوب شارين إيا إكاقفر حين إيا دعولاد يدباتكو موضو مركز السماء بعد أبقت ماشة مطال حيثي أتكين إيسا إنا نبقين وحول ما وحي بشارين إيسان مركي قبو إحالي ليد بديد ميا إي بشارين إيسان وليه أديد دقان أهي دقان مركز هدد شوغنا تردل مفلان أيام معنه دعي أود إلهي كمشك السنة لكن سيدة عادة الله برطي ذا اذن وكل دل فيلم مايو فمعنوه دعي مركو حوغا هاي دلنت يرا ابراهيم ما دلين وبد ما يلان هوين كان مدو مركو قبا
دادي لابو داري تري عادة المركة يتشوغين ما يداري ترين مركة نوابة قبوبين ووابة داء قبر مركة داء يريد أن داري ترين ومركة قبودو دادي عادة الله برتين لابو دارو دافتي إلا إذا هدى أبده ليسان شيء عجيب شيء الله يابني مركة وحيري فبما تبشرون محاكو بشارين إيسان أما محايقو بشارين إيسان المحوية الشيء غريب كايقو بشارين إيسان يعني معتاد كأهين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين وحيلا الشيء دبه وحقا نكو بشارين أكو قوصتها كمدنقن كأنه إنه لقوص محاي صارك ويوحيري ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون نحرست ربك مقوستك واللومين مويان عدك لك مقوستك أنا ما اللومين بمعنه رعيا مركا قوس محاي صارك مقوستني لكن أرنكم بان مركا بحسب العادة الله يابا بمعنه رعيا كذبوح ويديي بل أرنك كلاي أسعضان بشارتي قري شأني قوين ملائكة أسعطا ومحل حالا يدين صوتها قال فما خطبكم أيها المرسلون بشارة كريا الذين صوتها مستشاني كلو ديرات كاء بل الذين صوتها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين حنا لو صوتها يدد مجرمين وقبوت فلي وقالوا بي إنا نهلاقنا نلو صوتها وقوم اللوط يا قوم اللوط بأن نلو صوتها مركا قوم اللوط بأنه هلاقينا هل كان قصده ولا سوء اختصار سورة عنكبوت أيها وحي لينوغو الشيقي إنا يلاهدين قوم اللوط بأنه لا دري دوادنا مركا لقوي لي مركا اللوط بأكو الصغن يعني قوم كائنا نهلاقنه أيها نلا دري مركا يسا يلاهدين أيها حكوي لي وحكو الصغن مركا اللوط وحي يلاهدين أنك أيها قرن إنا ونبت قرين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أنك أقوم بضن عدة كسوغن وكاك أقوم بضن استغنى والنبات قلنا إن أهل كيسنا والنبات قلنا إن مركا لقر يابو أوريديسا أما هوين يديسا مركا لقر يابو انتكلا والنبات قلنا يدكو عذابك كهرة بايكا من نغنس نبي اللوط وحال الله صدر قوم اللوط قوم كيسا الله صدر قوم كان قوم كرد الشيماء وقوم وكرد حسقنا اللدقي لوط يا إبراهيم قرابة يا هاين إبراهيم أدربو أهال لوط مركا مركو سوه جروذي اللوط وحو اللدقي قوم كاسو اللدقي أو الشام كسقنا هذا أغار كاهد أردن أي تهيم لهاس ويا هيد ماشي دقنين عشان هذا اللي هي بحر الميت أي مركز دقنين قل هذا سل الدقي نصبكم على هاي والله حد دوا كجور سدي يجب أن الله دري وأوي ري وأدقي دين تي بوأوي ري لب أمي يتشرقسين أي أن درد قوم كاس وحكم إذا إن عدي بكر رمين لوط نبي قلنا ما يلو صاد دري عد كر عدو كر رمي سيبي مجد عند الرميسي وحي النقطي أن تفير تيسي يساقو نري تفير تيسي نوح الله إلى هذا إنما ما يأهين هبلون بيأهين حتى قبل يقول سذي إيجا كقول سذي وين منافقينيس مو قالك وحي سمو تشنيس إنا إساق الله سعطور راضي هاستنا وحي لاترتي قوم كيدي لاترتي عند أطماع دانا وأبساسي ترتي بالين مركا عند أطماع دو أفقرت بين هايين يذا مركا وحوي أفقرت كابحين شفتي بعض أهل العلم وحي إلى هذا قيقي وحبي الشيدي شفتي كوري قل له هلك كوبيغان إن قيق كبح يا مركا أركان أي يقولون شري عدبا كسو كورونا مركا يذا اللفت يد وين منافقين وحق اعتقادك أن يذا كما يراعين لوط كما يراعين فصابت مركا دنبين له هلاقيه يا مركا عدا لبدبادين يا وحي نغطي اللوط إيه أهل كيسي بمعنى إساقا يا أبد كيسي بالنغطي
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين لننجينه وأهله إلا امرأته. آيات كلنا محالة ينوش يا جاي إن لوط ملائكته نبت قرن يسوع بأمر من الله بيكون نبت قرن يسوع ملائكته إن نبت قرن يسوع لوط أهل كلوط إن نبت قرن يسوع مرك الله قربه هوينا يديس مرك الله قربه ويدا لما بتبادين يا عذاب كيكوها رئيسا يا هل كان وحلقة قادنا يا روح هدو الدين أهان حق الدين أهان يعتقاد أهان يعمل أهان وحماده إنه عيد مركا وحوي مقربين تكمدا إنه كأقدو يهي أما أولياء إلهي إنه كأقدو يهي أما قرابا لي يهي أما النبي إلهي إنه كأقدو يهي أما قرابا لي يهي إنه وحبا أترين هدو إساق حماده دين تيئو مركا ديدو وحال الله وحي أترى إساء إن نتشرين يعني النبي باقبي النبي باردالي النبي بوردالي النبي بولولا لها النبي بولقراباءها وحي أترى إساء إن نتشرين أي كتو سنس روحوا وإنو كد ذالا إساقوا اعتقاد كيسا إي عمل كيسا إنو وناتشي وإنو كد ذالا من بطأ به عمله لم يسرع به النسبه كعمل كيسو دبدغا نصب كيسو مسو ددجين ايو مسو هر مرين ايو لما ارانا ايو ودل اولياء هر رئيسية ودل نبي الدائي اللي ارانا وانك سوام مرأي قصدي قصاب سنايد انا النوح انا النوح دالاي مركو قالو بي لما ارانا وانا النبي اساق الدائي وبدبادية لما ارانا يا تدكي اللي هلاقا اساقان فرق كلاهاي با اساقان اللي هلاقا يا عذاب كسود دتك كلام قدر عيي أيو قدر لبض مرا أو لبض بلبن النبي كلا قبيل أي مركي يبو أي خرب من حق الدين أهان يعتقاد أهان دتك إلا هلاقي إلا له هلاقي مذ وح قبي النبي لوط مذ نوح قبي النبي نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يا لبدا الدمر وحي اهاين لبا الدون اول وناكسن ايا كرقبي واي كو هوسغناين لبا النبي مدول بالنبي با قبي كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانه وحلوت شدا خيانه في الدين لا خيانه في الفراش خيانه حق قوشه كو صابسن ماها خيانه الى هي شيغي لو أضمر خيامة السمين مرك اللي يري حق الجوش خيانة كما السمينه قبل النبي ولي جد بما يسني سن زين اللي قمت شذا خيانة ذا وخيانة في الدين حق الدين تين خيانة كالسمين صوم منافق يسأل لقت المامية يا كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وحلو حيؤترين لبدي النبي ما شرته لما أروى مروى النبي يا يذا إسكد دايو فرها كقاضى مروى النبي ويانا الدائي لما أروى لبدي النبي نوح بك ما الدافعين وحبك ما الطريق وقيل دخل النار مع الداخلين وحنا اللي قول النار تقلى تتقلى يا النار إذن كان فرق كلا هين سيدي دتك اغلى يا النار تغلى يا نو كلا اغلى حتى ان فرق كلا هين با لا قادنيا حتى لما اورن يغا كدوو هاتن عقابتودو هن نقطو عقاب كدوون او ميل غارا يا هل لو عقابو عقاب كخفيف سن لما اورن وقيل ادخل النار مع الداخلين مع الداخلين مع لا قادنيا ان فرق كلا هين دتك كلا سيدي دتك كلا اي اغلى يان ان يغون النار تسا اغلى تاسي وحي كنت تصير إساء إلا نسكوها اللي نروح نبا شخصي كلا إلا نسكوها اللي يا تتكا قار كود با مركي أقادان والد دود إن عبادة إيا طاعة إيا كفي عنايين أما اللي يلا دولي بوأها آبها أيا لغا يا باوحو الدونة إنو الصميو مركا صاب مركا تتكا قار كودنا أي مركا بومبونيان أي لهذا الميه كوكي تسومين ودل أولياء للأولياء ويانا هكوك تسومي بكلي
هذا صلاة كتب هذا خمر جالس كشوف هذا وح كصص ما يجوا حكولي وروادا الأوليو وبحلد بالسوين هكوك تسوين سكيلالي وح وحبك ما تشيله حديث خرافة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكولي إن أنت سي فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا فاطمة إن الرسول أهي عليه الصلاة والسلام حولها إيقام أنت واحد دونت إيقام ويديسو حق إلهي وحبك أغتر ما أيوه عناني قهيسكو كيها اللين هيسورن إن النبي باتها يو أدوات كدو أنت إيداتك كلاه واحد دونت السماء هيسورن إنه خيرك يتقوى ذا إي عملك ونكسن لكو تدانا واحد كرا لقا قاضني نبي قا إلهي صدري عد الرميسي وحي النغطي وبدكي وإساقو الدالي أيوم بارا عرمي ومدي الله صدر عيد كمان راعي هل كان وحلقة قادنا يا دعو صحنانتا أي صحنتا هاي يقمنانتا أي قمنتا هاي لقم قياس وأتباع دي يددك الراعين الفربذين يا تسكى قاربا وحلقة يا بين يلادان يعني الدعوة ده سيدة مركة عددك الراعي أي فربذين بلقى قرنا يا صحنانتا أي صحنتا هاي أما سيدة الدعوة ذا يقانين يا أسلوب كذا يا طريقة الصحنة أي يقانين يا عدي عد بذن الراعي ويدنا أسلوب كي الدعوة ذا ينقرني تسألوا الراعي يا أرنكر النبي اللوط بانقرنا النبي إلى هاي الدور طي الله أعلم حيث يجعل رسالته أسلوب كي الدعوة ذا مقرنا يا أرنكر لقو مقياس الدعوة صحنانتا أي صحنتا هاي إن عد الراعي أي فربضنتا هاي نبي يدعو إلى هاي الصوت دريقار كتبا عيد براعين يا أتو النبي يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد أمضيه بأن الله يصبرني قال النبي يقول عليه الصلاة والسلام مركزان وحن أركيب للنبي نين أمن لبنن أي الرعضي ولا صعطه يا النبي تبنن أي لا صعدان أما وحلم إذا سقال أما طبان أما وحلم إذا يا النبي أن عد بالله صعن ومد الله صدره هل قف كما الراعين هل قف وأنا النبي إلهي يا مركا أتباعده إن عيده كل راعده صحن ماذا لك ما قرمي دعوة عده كل سقال إنه فربضان تاهينا إنه يدو حق تاهي عدين ما يسو حق وحلقه قرتا أدل الذي سالقه قرتا يدلا إشيس عدة كسوغاني إنه فربضان تهي مجورتي إنه يهين داتك كسوغاني مثل لغا قياسو لغا قرتما إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين الله حيلي ونبئهم أغورا يعني قوم كاغا أغورا أما داتك لغو صدري أغورا يعني أمد لغو صدري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحد أغورا تا عن ضيف إبراهيم إبراهيم مرتدي سيو قورن ضيف ومرتي لكن أصل كيد واحد مصدر وأضاف يضيف ضيفا سأودد مركا يلا بضع يتشمع مد والبا وحلويا ضيف حق مصدر لماذا الإيدية وأنا لعذا وقتي إذا قار كود إلا تشمعيه والنعت بمصدر كثيرة فالتزم الإفراد والتذكيرة معناها مصدر لما مركا لأيه إفراد بالله اللازمية مرمر وادعها إن وحوي حاجة تعدد كأن لقى إيجو وهذانا لسيج معين كان ضايرها إذ دخلوا عليه أي أذكر واحد حسنا إذ دخلوا قرطه الصوق قلين مرتدى إبراهيم حيث الظاهر مقال كأي مرتكة أهاين لكن حقيقة المرتمة ياهين أي أذكر واحد حسنا إذ دخلوا قرطه الصوق قلين عليه إبراهيم أي الصوق قلين فقالوا أي لهدين السلام أي نسلمك السلام سلام بنك السلام سلامتي وكقاضي موضعي ذكر الله ينقشها قال السلام عكو شوابي سلام عليكم نبتقل يكرك إنها قصونا عليكم واحد فنتي وقدر أنت وعكو عمل فري لهذين علماء فحيوا بأحسن منها يعني السلام كوناك بضن إنه كتشوابه حقي يقوناك بضنتها سلاما يا سلام وبس لك تيبي وحيقوناك بضنتها يسوي جملة اسمية كتشوابي
يقول فعل بيكو سلامين يسمون جملة اسمية كتوابي سلام أي سلام عليكم شمال هذا اسمي هذا هنا وحي فائدين يسا الدوام يثبوت مركا واحد تهي أحسن من الجملة الفعلية شمال هذا فعلي قامت كوناس قال إنا منكم وجلون وحل أنقوا إذنك وإذنك بغينا حلقة قادنا يا أسباب كان سنة يسا هدي ترتو إنا يوحوي نبي يدو أي دعي ترتين بغان نبي إلهي باشيغي إنو بغينا مركا وحوي بغدين توا واحد طبيعة بين آدم كاكو أبورا مركا السبب حوق لو كان سنة يسا هدي ترتو طبيعة بشر كوحي كان سنة يسا مركا بغدين إنو مركا الروح دريما أي كان سنة يسا مركا إنا الأوراني هو الشرك يا وحلم إذا لقى قاضنية ويا خوفك الشرك قال نغضى وحوي وخوف السر خوفك اللي يلهدون فخوف من وراء الأسباب يعني مركا إلهي غير كله لي ما دو إلهي عيدان هين وحن غنى يا عبادة لغير الله لكن خوفك الطبيعي قال أهي ده الشرك ما الشرك ما هدول لكن حد الإكراه قالوا روحي وادعي كرتا إنه ظاهر كفعل لغو خصبين لينا هدانو لكن حد الإكراه أنو قارين لغو درقين شيء واجب إن أغطق خوف كاس مبنانا أما الشيء حارانا أصمي إكراه لآن مد أبنان ما آيات كان يا آيضها كالهدات كالعلامة سنيسو فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف هل كان وحلي لا توجل لا توجل وحي لسعت وجلون موضع وجلون لقول شيئا لا توجل باليلي شوابتي لكن موضع خيفة لقول شيئا لا تخف باليلي مناصبة كده حيث خيفة يلا تخف وإسكو ماد وجلون يلا توجلنا وإسكو ماد لغات بانا كبرنان قراءة صدى من بالآخرين لكن عربي أهان توجل يتاجل يتيجل يتيجل أفر لغة كبنان قرآن كلاكي سيدة لسو نقليي وصنة متبعو سيدة صنبا الله أخريا سكرا إن الله أخريا ولو عربي أهان بها بناناتي ما بنانا كياجل في يوجل فاش وأتى ييجل وييجل عن أناس بلتا وكيل هذا ابن مالك أفرت اللغة البيت بكشارة يوجل وحي لمتا ياجل بي لمتا كياجل في يوجل فاش ويكب ضنتي ولبا وكثير وأتى ييجل وييجل عن أناس بلتا ييجل ييجلنا تطف الصحاء وفصيحة بيحق ودكتين بلتا وحلوة تطف الصحاء قالوا لا توجل وحي لذين بقينا إنا نبشرك أنك وكوب شارينينا يغلام ويلبا نكوب شارينينا علي من علم بضن قال وحي لإبراهيم أبشرتموني ليئيب شاريسين على أن مسني الكبر أي مع أن مسني الكبر إنو قبوه إتابتين لتركيسا ميئيب شاريسين أما حال قبوه إتابتين لتركيسا ميئيب شارينيسا فبما تبشرون محاكو بشارين إيسان محاكو بشارين إيسان فبما تبشرون مركا نوكا الله أصدقه محاكو بشارين إيسان ما معنى ودعي بعض ما هدبوا حي الهدين قراءة النافع نوكا أصدقه إيسان واحد القراء السبع يعني إشكال باكو ترى وإنوك الله أصدقه بمعنى وحوي النون الرفع دي إن لحتفه نون وقاينا للدايو يا إنا أين تشوغين أما نون الرفع دي اللي هو صدقاء ده هو غريب لكن على كل حال يقوى استغرابي وح غرابيكم الصونا وأيو نون كمركو هو صدقاء يهي ما هنون رفعيه ونون وقايه يأذق أنه وحي كدق أنت إني تشوغتو مركا حديو حوي نون رفعه ني أي لكو لنتو قاعدة مضطردة وهي إنه حذف بنائية هي الشتك اللي قش ذا اللي إدغامه هي إن لبده بالدايو الله كرفك هيو وصدح اللغة القرآن كان مواضيع ذا قال باب الآخرين
وحذفها في الرفع قبل ني أتى، والفك والإدغام أيضا ثبتا. ابن مالك صدح للغة هل البيت بكشيرية، وحذفها في الرفع قبل ني أتى، نون رفعها ني هرتيد إلا حذفه، والفك والإدغام أيضا ثبتا. يين لبدا نون لك لفكي ولبدا بل الدايو يين ليسكو إدغامه مدول بواتي. مواضيع ذا قرآن كاس سيد بضن لبا الأخرية، لكن آيات سورة الزمر صدح لبا الأخرية. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، تأمروني وقراءة إدغام، تأمرونني وقراءة كرفكنا، تأمروني وقراءة حذفك صدح ذا وجب قراء السبعها عد كم ذا أخر ذي. قالوا بشرناك بالحق، قالوا وحي الاهدين ملائكتي بشرناك وكوب الشارين بالحق حق بانكوب الشارين وحنبأه فلا تكن من القانطين. هنقنن كوى قوستا متكمدا هنقنن. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال وحي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن يقنط يا كقو صني، واستفهام بمعنى النفي أي لا أحد يقنط عد كقو صني سامترته من رحمة ربه، رحمة ربه عد كقو صني سامترته إلا الضالون كوا اللومي هبابي موياني كوا أنبضي موياني الدينهان حق هذا اللومي موياني عد كلكم قو صني سن حريست إلهي. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال وحر النبي إبراهيم فما خطبكم حوشانيين يا أرنكين وين يا هي أيها المرسلون كوين الله صادر يو. قالوا وحي لهد إنا أنك أرسلنا وأن الله صادر إلى قوم مجرمين ولقبوت فشو حما تفشي وقالوا دي أي أن الله صادر إلا آل لوط استثناءه ومنقطع أو حوي آل لوط مجرمين تكمم دها عد عذاب كلو لصو درينا كما مدها ما دام مجرمين تأينا كم مدهين دكوي لصو در عذاب كلو لصو دريكم اتشران ساسا ودي استثناءه حن قرية منقطع إلا آل لوط أي لكن آل لوط هيا شرير لوط إنا لمنجوهم أنبوا أن بدقلنا إن أجمعين دمان تودبان أن بدقلنا وتوكيد أما أجمعين حال يدينيهين كل قوديهين أي أن بدقلنا معناها توكيد كان ولي وسيف يعني إلا امرأته هوين يدي سموياني يعني قبضه وقبض موياني انت كلوا نبت قلنا آل لوط انت تناقل وحن نغني يا متصل حل قرر يبيا ضمير كهذا إلا منجوهم قصقا أي لقرر يبيا وأن نبت قلنا إنا لما انتوذ أما إيد الكتبان نبت قلنا إنا إلا امرأته أريد سموياني أما هوين يدي سموياني هوين ذلود موياني انت كلوا أن بتقلينا قدرنا إنها لمن الغابرين قدرنا وحن قدرنا أما امرأته لقى حاليه حال يدا مركا وحيمنا بتقلينا أي معنه دعيا وحلق صور ريابي لمنجوهم ضمير كهذا وحنا يدا نبتقلينا قدرنا حالا وقدرنا إنها لمن الغابرين يدو إنا يكمتها يكو عذابك كهرية كباقي النقونية يعني لقى السارين حال يكو كمتها أي أن النبت قلنا نيضا أما جملة عصب لقى دقو قدرنا وحن قدرني إنها يدو لمن الغابرين كو عذابك كباقي النقونية كهرية إنا يكمتها تقديرك الله با وح قدر لكن مجازا با ملائكته أيورنا يسوى قدرني ما دام أوامرت إلهي أيوة يفولين أيان بأمر من الله أن يكفولين أيان أدوه مركا أنها محل أورن وأيو إنها لو يري إلا كشمل ذا نيوحي نغنى يسا إنه محل نصبتها له أي نغنى يسا مركا وحي علماء ذي الله ذي وحل أورن وأيو أنها أو إنها لو يري تقديرك أيها وحكوب سنة يا معنى علمي مركا قدرنا وحي لم يتهي وأغين وتضمن يا
علم كوب صني، لأن التقدير لا يقع إلا بعلم. هذه وحوية إن أي دبدعه علم أي دبدعه لا من الله كانوا توكيد مرك الله كانوا وحل لازم نقول يسا إن نظر الله صدقه. يعني هذه اللام كأن لكين لهين أنها من الغابرين بالأورن لها عربي أهم وصص، لكن ما دام بعد علم أي دعضي أما علم وحكو بصنية الدبدي أي دعضي لام نخبر كل قريي لازم وحن نقول يسين الله صدقه. وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى ولقد نعلم إنه لا يحزنك أنه لمورن إنه لا يحزنك. فلما جاء مركو يمي آل لوط خير لوط يمي، يعني لوط يمي على ماذا قال وحي لذن آلك ومزيد للتوكيد اللوط إن يمي مادين بلغت المامي، لكن لا مانع إن سيد اللوط دايو ولا يلاد اللوط يعني أبت كيس سيبا آل اللوط بيسوكني. المرسلون رسول الله الله صدر أيوه ما دين ملائكتي لصدر اللوتشيدا قال وحي للوط إنكم إذنكو قوم وحاتين رقباتهين منكرون أن لقرنين آياتهم، يعني إذن ما قرنين قالوا وحي لهدين بل جئناك وكونني بما كانوا فيه يمترون وحي أهايين قار كشكسا أيان كولنمي وكونمي بما كانوا أي بالذي كانوا كي أي أهايين بانو كولنمي فيه يمترون قديه سقار كشكين أي أهايين وعذاب كي أيان كولنمي وعذاب كي بانو وضنا قوم كان لعذابي تقول كان قال هذا عذاب كل عذابي بانو لصعنا بانو كولنمي وأتيناك وكونني بالحق حال حق أن كل أهنهاي أي أن كونني أما بالحق حق أن كونني عذابك وإن أنقول للصادقون قرش أجيانهاي. فأسر بأهلك لجوري أهل كاجا لجوري بقطع أي في قطع بعض وظرفيهم يعني قيب جذهد لجوري قيب تاسو من الليل هبينك كاميرا يعني هبينك قبل كاميرا أما قيب كاميرا لحديث اللقوري واتبع أدبارهم راع مركا دبدو دو يعني مركا أدوه كدن بي وطبقل يقو هكاه الرئيان ولا يلتفت يانو ملعسن الضيمون منكم حال أحد كسوس عدا إذن كايدن كميدي هاي أحد عدن بيين ملعسن أما ولا يلتفت منكم لا قلت على الصيا يلتفت ولا يلتفت يا نم العسن وأنو تشلعين منكم إذن كحقين يا نو كتشلعين أحد عيد النبا وشجورة واحد تهاي إن أحد أي سفكة هاي شاركي مجنوركو أحد أي سفكة هاي إنه لقى سهر مري نكرنا السفدة الهدي اللي قدمه واحد فائدة سحال ترسجورة باقصة مرها لكل باب منهم جزء مقسوم منهم وحين كح علينا جزء حين كح علينا منهم وحي سفك أهل جزء جا وأن كلا سفدة ذو اللي قدمه اللي هو مري قاعدة مطردة وحدو قاضت أن كلا سفدة هذه اللي هو مريو حال بيكن نقطة أن كلا ذاس تقديم كلا هو مريي بحال ماذا كان سنس. وامضوا صعدة حيث تؤمرون إلى ما شاء الله إذن أمري أصعدة أكار وقضينا إليه ونوحيوني إليه اللوط بانوحيوني ذلك كاس الأمر أرنك أح أما كبدلو الأمر أرنك أي نوحيوني أن دابر هؤلاء أي هو وحيه أرنك بعد دول الشيدية كوحلوق الدرية مبتدي هو أن دابر هؤلاء وحيه أرنكو أن دابر هؤلاء كوا كأقدم بيا مقطوع مدل قويوي والله تشري ولا دبر قويني وشك هلا وإن لا يلاهده شملاذا نوحا لقى بدليا ذلك لقى بدليا وقضينا إليه وأوحيوني ذلك كاس
الأمر أرنك أه عطف بيان لغدو أما بدل لغدو أن دابر هؤلاء مقطوع كبدلو وحنوحيون أن دابر هؤلاء كوا كأغدن بيه دول كالغالة أه كأغدن بيه آخر كوا مقطوع مثل القوين يولا الدبر كريوين حبد لغريبي مايو مصبحين حالي الصبحيستين والصبحن مقالين أيا للرغية ولا الدبر شرية وأن ملكهري لما لو ذرغية وجاء وايمي أهل المدينة مقالة أهل كيدي بايمي تدكي مقالة تشوغي قوم اللوط أهبايمي يستبشرون حالي بشاري سنة يانو فرفر حيان وقاركود بقارك كلاوغو بشارين يان قال وحيري لوط إن هؤلاء كواني كواسي ضيفي ومرتضي دي قصدا إنتي هو الرسالة الدنبيسي وترتيبتي هاد اللوم الشيء قصدا أكله الران دعضي لكن سورة ذكر الله ينقو الشيء سيدي أكله الرسالة لأكله المري لكن موضعا قصدا إنتي هو الران دعضي بأل الدنبيسي إنتي الدنبيض دعضي نوال له الرسالة بلك الهرمري مرك وقت كان أي كصويا عيان ومرك يجوه الرئيس ملاقيته أيو تميل لود أنت أنا ولي أقانصن إن الملائكة إلهيهين وإلهي الصادرين أنت أنا صدق أقانصن أيوه ما دين يجوا مرك نمك يا عيا قوم لود فعل حن ويقانينه وحيقانين مرك إن رجف فلفلا بيقان مرك عدي يعني مرك واجين يو غريبة هطيه الآن إذ واجيني ومشى قريب كؤها ضيهلان وحي السمين شرين إن فعل كوداحن أي كو السمين أو يعني شفتو كو السابسن حقا فولستا كو السابسن شفتنما كو السابسن بي السمين شرين يقول أولا إسكو السمين شرين فعل كان إدي كرأي حيلان خاصة بي كو السمين شرين مركا هو حي أصو يا عيان أبو شاري سنيان إن مرتي أتمي لوط أداد مركا أي أركان إن مردن لي يرأه سورة دود وقرح بضن ويقو كلاعن لأرق أي أمي سورة داس إمي وسورة دان لي يرأ أن قد لهاي وقرح بضن دود مركا سي وحي آدي أرنك وفرح قال وحور اللوط نبي قبل الله هذا ليا إن هؤلاء كواسي ضيفي ومرتضي ديوي فلا تفضحون هاي فضح ديننا وهي عيبيننا ومرتضي هاي دافنا واتقوا الله الله كبقى ولا تخزون هاي دليننا إلا مرتضي هاي دافتان وحمان كفشان وهي دليسين قالوا وحي الهدين حبكم إيقاذا واندي قالوا وحي الهدين أولم ننهكم يأننا كوديدين وكاريبين عن العالمين أي عن ضيافة العالمين خلائق دبا عدبا إنا مرتق لسو لأننا هركوا كوديدين يا أحكى الله فصري عن العالمين أي عن إجارة العالمين إذ خلائق دبا كم إذا إنا مقن قلسو لأننا هركا قريبين دقنين تاميانا دقبين إنا عد مرتق لن عد مقن قلن يعني وحوي هذول دقنينتي قوات دقنينتي خلافته يا وحقروا الشيء وكهلي ما شفته قال وحر النبي نبي لوط هؤلاء كواس بناتي وهب لهيجي أي فتزوجوهن قرسلا إن كنتم فاعلين هداتين غار صميني أي فتزوجوهن قرسلا وحكر الله فصر هؤلاء كواس بناتي كبدلو عطف بيان أما بدل بناتي هبلها يقع أما بناتي كبدلو هؤلاء كواس بناتي كبدلو هبلها يقو أي أطهر لكم يقو وناق إذن له رقنا وحضونة وناق إذن ماله دمر إنا قرستان با وناق له إن كنتم فاعلين هداتي انقار سمينا أي فتزوجوهن قرسد بصدن إلهي وحينا وشيغيا ملائكة وحيوتها النبي لوط بيوتها عليه الصلاة والسلام لوط وحيوتها
muqaal ragbay ugu tageen dhalinyaro ah oo qurux badan ay ugu tageen lood ma garanayn isla markay u yimaadeen ba nimankii baa la ogeysiiyay xumaanta yaqaanay ee qowm lood baa la ogeysiiyay isla markii ba waayagii oo sida u ordaya ayaa soo galay nabiga awood ku daafaco malaha duul kan u leeyalo ee wana leeyalka la yahay waa duul kan ba ay wey xumaanta yaqaan waxa la waxay xurmeynayaa nama jirto waxay dhawrayaa nama jirto ya ficil ka xunna waa qoladii ugu horeysay bilowday ما سبقكم بها من أحد من العالمين يا يضو فعل كاسحوية هاي مركو هوري أي مرلبات كان أيهن قلضي بلوذي أيهن وحي دوني النبي عدي مرتدي أتشوك تي إن أعود أفهم دوني النبي واواني واندي واقادم واي وحلوة مرتدي دي هاي فضي حديننا هاي دافنا إلى هاي كبقى هاي دليننا يا حبلها قرصها حبلان هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين هذا بناتي محوجة شيء ما حبلها ويسقون دلو وشيء ذي مسوي وشيء ذي حبلها قوم كيس الله صادري أنا ماذا قارقود وحيد هذا وحلو شيء ذي حبلها ودري أي وشيء حبله ودرينا ما بضني مركا يدور كنوع عن حنحنة سد عصا سدوا إني حبله سقرصها وقبض دقيا حكم هذا كل شيء تام حياته العلم قاركود وحي له وحي وشيدا هبلهن يعني قرصد وشرط إذن كبنا نانا يالك علي وإسلاما تبدنا هبلها قرصد لكن معناها كما الظاهر همش وشي لبعض علماء قار وحي له دين وحي وشيدا هبلهن قرصد وشريعة وحي كبنا ناني إن قبل مسلمة هيدن قاري قرصد ويبنا ناني وشريعة اللوت وكبنا ناني marka hablahan gursado ficilka xun iska daayay sidaan waa leeyahay waxa saddexaad culimada qaar waxa yiraahdeen banaati markuu leeyahay wuxuu u jeedaa banaata qowmi qowmka loo soo diray hablahoodu u jeedaa waayo nabigu ummada loo soo diray wuxuu uga dhigan yahay kal abi lahum abbo kal uga dhigan yahay waalido kale ay uga dhigan yahay atoo allah yiri wa azwaajuhu ummahatuhum نبي محمد عليه الصلاة والسلام زوجات كيسا أما الضمر كأوقبا وهو يوين كمؤمنين تا يا أبي بن كعب وحو أخرين شري زيادة وهو أبو لهم سأقول أبو كالأويه سأقول أبو كالأيويه أما أبويه يعني أبو كالأويه يعني تاسوح النغان إستشاد قرآن لما الله ما أخرك وكل النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد حديث وحكو صارتين النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحالذي كردقنا هاي سيدي والد وكالذي كردقنا هاي النبي يقول عليه الصلاة والسلام نبي محمد يا مركز أشياء آدابتا حاجة اللوك ذنبي أي أشياء مركز النبي يقول ما دام أمدي سأقردقيا هاي والد وكال أما أبو وكال أقردقيا هاي بناتي مركولي هاي وحوجة كذا بنات قومي قوم لوط هبله ده أيوة كذا مركهب الله يقن يا كرسدة سكدة يفعل كرحنا التقانين وش قاعد ضمبي أي نصيف يعني ويا إني من بضمبي أهاين هبليه سنو ويا راين حتى هذا يصير هذا كرسدة ده هبليه سجاري مايان هبليه سو ما جاريان بعض أهل العلم وحي الله بهب لوط بولها أي لا مركا وجهك في عني ووجهك السوي وحلقة قاضنا يا نبي اللوط إن نغيب كأوكين أمو قرني مركو سيدا لي يهي إن الملائكة هي حتى مركز ما هو على علي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ألا أود ما ذي يشو أود ما الله هذا يا أود أن يكون دافعه ما الله هذا أما تير أذق ما نعسكه أنا وحوت شيء ذا يعني غير بدل ما أنت هذان كذا لان لها سدى يقوم أيضا سميسين وكو على علي نبي اللوط مركو سدى كو على علي عدي كدن بيسين النبي هذا وحلق سو ساري شري غيرها بدل حوق قريبا لقسو ساري شري
si nabi dambe aan ugu calaacalin ayaa marka cidii dambe laga soo saaray nabi waxay noqdeen cid marka waxa weeye yaani marka qowm farabadan in laga soo saaro oo reer xoog leh badan marka laga soo bixiyo نبي محمد نوح عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى هاي اللوطة هون حريستو ركن الدرن وحوق له يعني مركا الدرن أي وإيلني وحوشي إذا مركا الله أي عسكني مرهد الله عسكني أنا يعني وحوي عدك لمركا أم بهنا الله وحيلي فلما جاء مركا يمادين آل اللوط غير اللوط أيو يمادين المرسلون والرسول الذي الله صدري ملائكة باللوط شيدا قال وحو يري اللوط إنكم إذنكم قوم منكرون وحاتين تضعن لقرنين باتين رقعن لقرنين أياتين يعني ذي ما قرنين قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون كسو قرتاس جئناك وكونني بما كانوا أي بالذي كانوا كي أي أهايين ما نقولنهم فيه يمترون قده سقار كشكية أي أهايين بمعنى عذاب كي ما نقولنهم عذاب كان وحي كشك السنايين عذاب لعيدون وأتيناك بالحق حق ما نقولنهم وإنا لصادقون أن نقرهم بأن الشيئين لقبض إنتك لو حن صمرين دوننا إن شاء الله تعالى عربك درسك كله ارتيسا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت